حقيقة كل سألوا بزاف على هذا، ولكن احنا بالنسبة لنا احنا كنقولوا ولاد بن عزة، احنا كنقولوا ما شئت احنا نذبحوا لسيدي عبد الله، احنا كنقولوا كنجتمعوا التعارف وكذا، وكنقولوا زعما نويو اننا زعما اننا هذاك الذبيحة الا باش ناكلوا اللحم وزائد الطعام الطعام وكذا، ما عندناش نيه زعما اننا زعما يجتمعوا الناس صلة الرحم، ولكن هذيك الذبيحه ماشي فقهاء ديالنا القراب كيقول لك لا حنا خاص هذوك تشريو الحولي في القزار وما تديوش ما تدعوا والو، حنا كنقولوا ودي حنا ما كندبحوش زعما على سيدي عبد الله، كنقولوا هذه صدقه لاجل التعارف وتن الله يجازيك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد واصحابه المسلمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. الوعده، هذه الكلمه نتاع الوعده المعنى ديالها واش هو؟ توعد على ماذا؟ اللقاء، على لقاء زيد على العهد يعني التواعد على ان نلتقي زيد في يوم معلوم في كل سنه، زيد عند مكان، عند شكون هذا المكان؟ عند ضريحي، عند قبر ميت. الحمد لله بلي قلتها. اذا الوعده واش هي؟ هي تواعد مجموعه من الناس، نقولوا بحال ولاد بن عزة ولا ولاد نهار، حنا مثلا حنا جدودنا كما كنا نتواعد، نحن مجموعه من الناس ينتمون الى عائله، ياك ان يجتمعوا مره في السنه عند ضريحي او قبر جد من اجدادنا. ومقصودنا واش هو؟ هو أن نصل الرحم، أن نتزاور، أن نتدارس أمور الدين، أن نتعاون على الخير، وأن نتعارف مزيان، مقاصد مزيانة مشروعة مزيان. فالمقاصد المشروعة تعبدنا الله بها، ولكن أيضا تعبدنا بوسائل مشروعة توصلنا إلى المقاصد المشروعة. فنحن لسنا ميكيافيليين نقول الغاية تبرر، إذا كانت الغاية هي التزاور في الوسيلة اللي تحققنا هذا المقصود بتاع التزاور والتعاون أيضا تكون مشروعة. الآن الموعدة في الميزان بهذا التفسير والوضوح، واش هي مشروع ولا ماشي مشروع؟ اي اننا نتواعد وعد على ان نجتمع عند قبر جدنا مره في العام، مره في العام. واش هذا هو؟ واش هذا كاين ولا ما كاينش؟ هذه المشكله. هذا الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم حينما كان يجود بنفسه كان يدعو الله تعالى ويقول اللهم لا تجعل قبري عيدا موسما، أي أن يكون له يوم في السنة يتواعد المسلمون ليجتمعوا عنده في يوم كالعيد موسم. احنا كنسمي موسم مواسم مواسم، موسم هو اليوم اللي رحنا متفقين عليه نمشيو تما نجتمع عند القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يموت. إذن فالحبيب صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وهو يموت، وتعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكون وصاياه وصاية عن النبي للأمة هي كلها حق، وإنما يفعل حرصا للأمة، لكن أن تكون وصيته عند الموت كيكون الحرص أكبر لحصول الخير عند الأمة. ومنين يقولها بالدعاء معناه كأنه يستشعر أن أمته ستستسهل هذا الأمر، فهو يجود بنفسه ويتوسل إلى ربي يا رب لا تجعل قبري عيدا، أي لا تجعل لقبري يوما يعتاد فيه الناس أن يجتمعوا عنده، وهو من هو خير من طلعت عليه الشمس. صلوا عليه. الله 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 الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتواعد بين مجموعة من الناس على أن يجعلوا يوما في العام مرتبا مرتبين على روحهم
يجتمعوا عند القبر نتاع فلان في موسم. هذا كان الحبيب يسأل الله ألا يكون عند قبره وعند قبر غيره أولى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم شيت عن دوره سلم عليه سلام عليك يا رسول الله، سلام عليك يا خير خلق الله، نشهد أنك بلغت الرسالة أديت لها، جزاك الله عن الإسلام خيرا. ندعي الله تعالى شو تما وندعي الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي واش يحتاج للدعاء ديالي؟ لكن الدعاء ديالي عند القبر ديالو هو عبادة ديالي أنا نستفد بها. من بصلاة سلم واش بغادي يستفد؟ هو في المقام الأعلى ولقد رفعنا لك ذكرك. هذه واحدة. إيش نديروا عند القبر ديال السيد؟ تاع جدنا واش ندير عنده؟ يخضع قبر جدنا الولي لسنة زيارة مقابر المسلمين أجمعين بدون تمييز. فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نزور قبور المؤمنين بقصد تذكر الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، أي كانوا حديث عهد بالجاهلية، فلما دخلوا إلى الإسلام خشي النبي لو زاروا القبور أن تبقى رواصب تعظيم الأشخاص والأصنام في قلوبهم فيعودون لتعظيم الموتى. وقال: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، خمسة من رجال صالحين من أمة نوح كانوا صالحين، لكن الأجيال من بعدهم كانوا يأتون في البداية لغرض التبرك، ثم بعد ذلك صاروا يقولون كانوا قريبين من الله، فسنذهب نحن الجماعة إليهم في كل عام زيد ونبنيه عليهم، ومن اللي بنوا عليهم نمشي كل عام زيد، وهناك نسأل الله الأمطار ونستشفعهم لكي يشفعوا عندنا وندعوهم لكي يدعوا لنا. قال لهم سيد رب سبحانه عز وجل: كل هذا لا ينبغي أن يساق ويوجه إلى العبد. العبد إذا مات انقطع عمله، ويقول له يقول ارجعوني لعلي أعمل صالح، هو يحتاج لك باش تدعي له. إذا فالقبر نتاع الميت نقولوا لأن احنا عندنا بزاف تاع أضرحة وكذا وكذا، لكن الشريعة تمنع البناء على القبر وتمييز القبر عن باقي قبور المسلمين. حرمة بناء المقابر، حرمة تسريجها، شمع، حرمة اتخاذها مساجد، حرمة الصلاة في اتجاهها. احنا منين نبنيو الان؟ واحد العدد تاع النسخ ديما يعجبوش هش. احنا بنينا على سيدي يحيى ديالنا، خربنا على سيدي كذا. يعني كلشي الناس بنات، في الناس بنات، وقتلوا الناس بنات. كان الاستعمار الفرنسي وغيره حينما دخل كان يريد أن يربط الأمة بالأحجار وبالموتى، وكان يريد لهذه الأمة أن تظل رهينة الأموات، فيقنعونهم بأن الأموات يمكن أن يتصرفوا في الكون. عندنا ديوان الصالحين وعندنا كذا، راهم كاتبين هاد المسائل بزاف، وكان كتابات في هذا المجال. إذا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى عندنا زيارة القبور، كيفاش تكون؟ تمشي وتقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. سيدي وحبيبي رسول الله منين تزوره؟ تزوره تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله، نشهد أنك بلغت، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. صلاص هذا سيد النبي صلاص. إذن هكذا كنديروا مع الأموات. الآن مع النهار اللي رحنا متفقين عليه نمشيوا للقبر نتاع جدنا نديو الذبيحة، نديو الذبيحة. المقصود رحنا قلنا مزيان تعاونوا كذا، الغاية راه مشروعة، أنا أدرك مع الوسيلة. الآن نديو الذبيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يساق الهدي إلا لمكة.
ثمينا. فمن ساق الهدية ذبيحة يديها من أحفير ولا من وجدة لسيدي يحيى، ففي نقل الذبح كيقول له رحنا تسمينا عليها ربي وبغينا بها سيدي ربي، قلنا بسم الله الله أكبر سيدي، رحنا ذبحنا سيدي، رحنا ذبحنا سيدي، الله سمينا عليها سيدي ربي. بحال واحد قبض مثلا، قبض مثلا مثلا الشراب وقال بسم الله، الشراب غادي يولي حلال؟ قال بسم الله لا ما كاش. يعني الآن احنا قلت بسم الله، لكن واش موقع في الخطأ؟ في الخطأ نقلت الذبيحة من الحضر إلى القبر، ففي نقل الذبيحة إلى صاحب القبر تعظيم بالنسك لصاحب القبر، ولا يعظم بالنسك إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربي. ومن تعظيم القبر هو أن تقود الذبيحة حية إلى قبره فتذبح. فقد نهى رسول الله أن يذبح المسلمون عند مكان كان العرب يذبحون فيه لغير الله. فين كيدفوا؟ فين كيدفوا؟ تديها حية وتذبحها تما حتى لعند القبر تاع سيدي فلان. ديت الذبيحة عند سيدي فلان وذبحتها عند سيدي. أقسم بالله لو رد الله الروح لصاحب القبر لتبرأ من الناس ما يفعلون. تعرفوا شي واحد يمشي تمكناس واسمه ديهم في الذبيحة يأكلهم خضر، يتخرج شوية بخضر، واللي لابس الحمر يقزوا عليك الجنون والشيط اللي كيعبدوهم تما بل كانوا يعبدون الجن، ويشربوا المقراج طايب ويأكلوا الزانون ويمرشوا البيسكليت، ويجوا صورهم ويقول لهم ها الإسلام أخلضر لكم والناس ولا توحوش، ها الإسلام كي دار أخلضر لكم، شوفوا الإسلام كي دار الوحوش. إذن واش هو الحل أخوتنا بالنسبة للقبر؟ أنا ما غاديش نقول لك تمشي تقلع ولا لا، لأن هذاك المغرب راه غادي في السياسة نتاع غير المواسم، وغادي هذاك كيشجع غير هذيك المسألة نتاع الطرقية وانت على الأخر غادي غير في هذه المسائل هذه، ما غاديش. انت المغرب سياسته الحاليه الان هو تشجيع التدين الانعزالي الذي يعظم المقبورين ويترك الواقع. تخيل لو كان تقول كلمه نتاع الحق الان في الجامع يريضك، ما بغيش كاع هذا الاسلام يسمعوا كاع نتاع القضيه الذبيحه، ولا خلي اللي بغى يذبح واللي بغى يدير خلي الناس تدير. ولذلك الميت راحنا عارفينه، ما نقول لكش ما تبنيش عليه، رحبنا والناس مش غادي تنظ تدمو تقولهم تدمو راه تنظك الفيتان والقيامة. تقول له غير بنيت عليه خليه بناو عليه سلم عليه الله يغفر لكم الله يدير لكم الله يدير لكم. القضية نتاع الذبيحة لا أسوق الذبيحة حية إلى صاحب قبر أبدا. اش ندير؟ الأفضل والأليق واش نديرو؟ اش غادي نديو اللحم، وفين نديو اللحم؟ نسوقه إلى المسجد، نغيروا له غير نقلعوا غير نديو اللحم، او الذبيحه نذبحها في وجده ونخليها ان شاء الله الليل كامل وهي تيبس، ورحنا غادي غدا نديروا هذاك الاجتماع ونرسخوا في عقول الناس اننا ان شاء الله غادي نمشيو لبيت الله، سنذهب الى بيت الله وتما نطيبوا ان شاء الله في بيت الله. الميت مسكين نمشيو واش ما نديروا؟ سلموا عليه وندعوا له الله تبارك وتعالى، لا نربطه بأي شيء من هذه الأمور. ندعي الله تعالى يرحمه وحنا الجماعة ديالو كذا، وباش يترحم أكثر نكونوا نتمشوا على الشريعة والسنة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل نعمله نسأل الله أن يكون مخلصا وأن يكون أجره لصاحب القبر، ماشي نديروا الحوايج اللي ماشي مزيانة وتضر بها مول القبر وحنا نعتقد أننا نحسن صنعاء. نمشي واسيدي لذاك الجامع وما نتفقوش على نهار مثلا 5 جويلين ابدا، نخرجوا من ديك نتواعدوا على نهار، نديروا جلسه نتاعنا مره في السنه هكذا ولا مرتين في السنه لتحقيق المقاصد المشروع التي ذكرها، ونجتمع في المسجد. اش نديروا في المسجد؟ نديروا حوايج اللي تنفع الامه، تنفع الحيين، نديروا ايمان يؤذن في الناس. فما رفع الاذان إلا ويشهد له جميع من بلغه هذا النداء، وكل من ساهم في أن يرفع الآذان فله أجره إلى يوم القيامة. نديروا واسمه، نديروا أم معلم يقرمنا وليداتنا القرآن ذوك اللي في البوادي، نديروا واسمه
خطيب اللي يعلمنا وليداتنا ونسانا الدين، ما يبقاوش غافلين. ندير واسبو نجتمعوا على مشروع سيدي ديال القريه، ياك الان كلشي كيتكلموا على التنميه البشريه، علاش ما نساهموش حنا في التنميه البشريه؟ علاش حنا ما نحضروش على الطريق كيف نرفع العزله عن القريه؟ كيف نبني مستشفى يحفظ لنا النسل اذا جاء عن طريق الزواج؟ كيف نبني مدرسة يتعلم فيها أولادنا؟ كيف ندرب النساء على الكثير من سبحان الله الصناعات اليدوية؟ كيف 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 نديروا أعمال؟ ما نجيبوش بقرة ونذبحوها وناكلوها مع الطعام وفي التالي نبقاو الله يدير لك الله يدير لك وتبقاو يعطيو الفلوس للفقهاء ويمشيو ويفترقوا، ما داروا حتى شي حاجة. وبذلك نخرجوا بكل شيء، نخرجوا كاع من المشاكل. اش نديروا؟ بغينا سيدي نجتمعوا نديروا صدقه من العام للعام كيوقع فيها صله الرحم والخير، نديروها مره في العام، بصح ما عندهاش تاريخ محدد، جويي اوت زين في الربيع في الخريف، ما عندهاش عيد كيما العيد دائما يجي مور رمضان ولا العيد الكبير دائما يجي مور الحج، لا ما عندناش حل هذه، ولا دائما غير اوت 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 اوت. لا نديرو في مارس، المرة الجاية نديرو في اكتوبر، وفين نديرو؟ في الجامع، ويستنفع الجد ديالنا، نمشيو نسلمو عليه وندعيو له الله تعالى بالرحمة، وندير واحد العمل اللي يبقى صدقة جارية أثرها يبقى، فيكتب الله أثر العمل الصالح لجدي، ويفرح جدي مع الموتى، لأن أولاده خلهم علماء ويعملون بسنة سيد الأولين والآخرين. ولكن لو كنت جيت تقول للناس هكذا ما يبغيوش، كاين اللي يغضب عليه يقول لك هاك يا تنكروا في الولي انتم، احنا كان بانا وكانوا جدودنا وغير جيتوا اليوم جبتوا هذا الدين، منين جيتوا انتم ارهابيين ظالمين؟ احنا عارفينكم راكم ديروا السياسه. يقلبها السياسه ويقلبها كذا ويقلبها كذا. اقسم بالله لا نقول الا ما نراه يرضي الله وحده، أقسم برب العزة لا نقول إلا ما نراه يرضي الله. واحد عدد نتاع ناس، تخيلوا فين وصلوا واحد شي ناس ولدهم وحبابهم ما يصليوش، عمرو ما قال لهم صليو، بصح منين جات الوعدة لو كان ما يمدش ذيك الفليسات نتاع الوعدة يقولوا له أنت مسخوط، ويقاطعونه يقاطعونه إذا تعلق الأمر ببدع يقومون بها، وإذا تعلق الأمر بالطاعة يترك أولادهم الطاعة فلا يرون في ذلك بأسا. أي اختلطت الأمور، نفهم ولا واش نفهم؟ واش نفهم ولا واش نفهم؟ وشكون اللي ضدك في هذا الشيء؟ كلش. احنا باش بدلناها؟ باش بدلنا ديالنا وغيرناها على هذا الطريق اللي راح نقول أباك زعما وكانوا جدودك؟ يا ودي راه ربك يقول في القرآن وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون. عندنا الشرع وعندنا العقل، الله يهديكم مساكين ما كانوش عارفين، ما كانوش كاين الآخر، الله يرحم والديكم صافي هما الله يرحمهم، كان عندهم النية زينة وكانوا يديروا داك الشيء ما عارفينش. حنا درك يعني الانسان راه قرا وراه شاف، شاف المذهب ديال الامام مالك، ياك حنا مالكيين، شاف المذهب تاع الامام مالك والامام احمد والامام الشافعي والامام بن حنبل والامام الاوزاعي، وشاف على كل شيء ما عرفش يتكلم الاسلام يروح. خليها سيدي الناس، لكن غير صح لهم العقيده تقول لهم راه ميت بحال الموتى الاخرين وراه محتاج لكم انتم تدعيوا له، ماشي انتم تجيو تدعيوه ولا تذبحوا عنده. قال رسول الله في حديث عبد الله بن طارق اش قال؟ دخل رجل النار في ذبابه ودخل رجل الجنه في ذبابه، راه معروف الحديث. واسمو اياه تعرف كيفاش استرانا بتعرف؟ ان رجلين كانا سائرين في الطريق فاعترض سبيلا قاطع طريق، قالوا والله واحد منا لا فات نفسي ولا ذبحت ولا شي حاجه. واحد قال له ابن عمي احنا رانا غاديين في الطريق، واش ابن عمي ما جبنا لا قنينه لا دجاجه لا مش لا والو، واش نذبح عليك؟ كون عرفناك بلي راك واقف في الطريق وما نفوتو حتى نذبحو لك كون جبنا معانا. قال له سيدي انا راضي غير بشي ذبابه، ها هو الواد هذاك
اقبس ذبانه وجيبها قربها الي. ما كاش من عاجزي نزل الى الوادي فاصطاد ذبابه ثم جاء عند اقدامه فنحرها قربها. راني ذبحت لك هذا الروح ازهقتها من هذا الجسد تعظيما لك باش تسمح لي نفوت، لان وليت انت تحكم في الطريق. ولو كان ما نزهقش واحد الروح واخا ديال الذباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقرب اليه الذباب فدخل النار خالدا مخلدا، لانه ذبح ذبحا من مخلوقات الله تعظيما لمخلوق مثله فعبده فاشرك. الثاني قال له والله روح للواد حتى نبدا وجيب ذبانه. اعوذ بالله، ما كان لي ان اقرب شيئا خلقه الله الى مخلوق. قال له ساقتلك. قال افعل ما تشاء، لن اقرب مخلوقا فازهق روحه تعظيما لمخلوق ابدا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي انحر لربك كما تصلي لربك انحر لربك. فقتله فدخل الجنة خالد المخلد. هذا حديث صحيح. وصلى الله على حبيبنا. بديلكم اللي عندكم في العائلة مجربة تبارك الله سمعنا عليها. هذا هو في نفس الاتجاه تاع الإخوان، هذا السؤال في نفس الاتجاه. هذه المسألة التي يتحدث عنها سيد الحاج هي نفسها التي كانت سائدة في كل العائلات، وعائلتنا كانت واحدة من هذه العائلات التي تجتمع في الوعداء من العام للعام، ويقومون ب يسوقون الذبائح لقبر تعرفه، ويذبحون مساكينهم بالنية وفرحانين ويجتمعوا ويديروا كذا مساكين. يعني هذا الشيء كان جاري بالعمل، ويعتقدون أن من لم يفعل فعلهم واسمه يصير له اسخطوا عليه ومسخوطوا وما فيش النية وراه منكر بزاف. هذا الشيء اللي قال. فماذا فعلنا نحن الشباب ديال العائلة؟ أردنا أن نمحور هذا العمل ونوجهه الوجهة التي ترضي الله ورسوله بدون إحداث أي ضجيج، فنبقي على ظاهر العمل ونغيره من المقاصد وشوائب الانحرافات العقدية أو التعبدية، ثم نستمر لتحقيق المقاصد التي ذكرنا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. درنا واحد الأرضية، واسمه هي الأرضية، بقينا نتحدث معهم ونقول شوفوا الله يجزيكم بخير. إن صلة الأرحام من أعظم القربات إلى الله، قصد الكبير، وإن قطع الرحم من الكبائر، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. إذن احنا ما غاديش كل شيء غادي نبقاو نجتمعوا وكذا وكذا، نديروا واحد النهار اللي نجتمعوا كاع العائلة ونحقوا هذا الرحم. هذا ما يمكن لكش انت غادي تعرفني فين نسكن ولا انا نعرف فين نسكن، بعدها غادي نتعارفوا كاع ولاد النهار اللي كان في زي واللي كان في اوروبا واللي كان في امريكا، نديروا واحد البيان واحد الاعلان اننا نحرص ان شاء الله على ان نصل الرحم، ولذلك غادي ان شاء الله تبارك وتعالى ونختاروا فين غادي نكونوا نجتمعوا ان شاء الله. فقلنا ان صله الرحم صله، واسمه هي الصله، صله هي وسيلة والرحم هي مقصد، أي أننا نتخذ وسيلة نتواصل من خلالها مع الرحم لتحقيق واسم التراحم. الوسيلة واسمها وسيلة بزاف، كان التليفون كان تمشي عنده كان بزاف. أولا نجتمعوا، احنا درنا زوج مرات، نجتمعوا مرة مع أصحابنا اللي في الخارج الشهر ديال الأوت في أي نهار، ونجتمعوا حنايا مرة ثانية في مارس العائلة هنا، فنحقق ما يسمى بالتراحم. والتراحم يتحقق بمسألتين. المسألة الأولى تراحم تاع الآخرة،
نربحوا الرحمة ديال الأخيرة. إذا المقصود الأول واسمه هو؟ هو أن تكون تلك الاجتماعات الموضوع ديالها واسمه هو؟ الدعوة إلى الله، تذكيرهم بالله، تذكيرهم بالإسلام، تذكيرهم بالصلاة، تذكيرهم، أي أن ذلك اليوم يكون يوم دعوة إلى الله، ماشي ماكلة وشراب. نذكر تارك الصلاة بأنه على خطر عظيم، وأن من واجب الرحم علينا أن نبلغهم كما قربوا أنذر عشيرتك الأقربين بدي بهم. واللي يأكل الربا أنا أوريه له الخطر تاع الربا، واللي يشرك في العبادة أنا أوريه له الشرك ديال العبادة. نعلمهم الدين ذاك النهار كيكون تراحم للحصول على الرحمة الأزلية الأبدية يوم القيامة. والتراحم الثاني هو تراحم الدنيا، نعاون بعضنا بعض المسكين وكذا وكذا وكذا. فتحقيق التراحم الأخروي يكون بالدين والدعوة وكذا وكذا وزيادة أخرى. ومشروع كبير البناء المسجد، الجمعة، قراءة تحفيظ القرآن، أي عمل أي عمل. والتراحم الدنيوي درنا له الوسائل، اللي عنده الفليشات ندير واحد الصندوق، وهذاك الصندوق إن شاء الله تبارك وتعالى يستفيد منه سنويا مجموعة ديال العائلات فيهم الأرامل فيهم اليتامى، كتعطلهم في صورة أجرة نصف سنوية أو كذا. هذا الترحم الحقيقي، مش ليك مش نذبحوه من العام العام ولا بقرأ وكل واحد يمشي. نتفقد الضعاف في العائلة ونسجلهم، سجلناهم ودرنا لهم مانضات، ماشي مانضة كبيرة ولكن هي التفاتة على كل حال، هي تذكير الأغنياء من العائلة حق الفقراء من العائلة عليهم. ولا الناس كانت تسمع لا كان. فدرنا هذه المسألة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى جلسات عائلية قريبة، أي عائلية قريبة تأخوك كديروها في كل 15 يوم وديروا فيها برنامج تربوي في القرآن في الحديث. احنا الجلسة اللي فيها ثلاثة ديال العائلة أنا وخويا رحمه الله وواحد ولد عمنا، النساء كانوا مساكن أميات راهم يحفظوا القرآن، ما كانش يعرفوا يكتبوا راهم يكتبوا. أنا مرت بوا كانت عمرها ما قرأت القرآن ولا عرفت الكتابة، الآن تقرأوا القرآن في المصحف. لو كان ما درناش احنا هذه نستنى وشكون غادي يقرر لنا هذه مرة؟ هذا مرت الوالد ولا هذا ها شكون؟ ولا تقرأ القرآن كما يعني المصحف. ما دخلت مدرسة توصلت لخمسين سنة وتعلمت الكتابة وتعلمت تقرأ وحفظت سورة ياسين وحفظت سورة تبارك وحفظت خواتيم البقرة وخواتيم سورة الحشر وحفظت يعني ذكر أربع أحزاب التالية. هذا أمر ما كنا أبدا نتصور أنه سيحدث في يوم من الأيام لولا هذه المجالس. هذه هي تجربة بسيطة وعادية لا زالت مستمرة حتى مع وفاة الأخ رحمه الله، لا زالت بحمد الله تعالى مستمرة. فنسأل الله تعالى أن تعمم هذه تجربة تعمم. قال لي أخوي الله يرحمه يعني واحد شهد في 10 سنين ولا 15 عام قبل ما يموت، قال لك أودي يا أخوي احنا ما غاديش نبقاو قاعد نشوفوا، أنت مشغول وأنا مشغول، خصنا لابد ندير واحد الجلسة فما 15 يوم 15 يوم. درناها بديناها وزدنا معنا واحد ثلاثة ديال العائلات، واحد العائلة مشات لفرنسا وعلى عائلة ذات بقاو ثلاثة ديال العائلات. وقلنا للعائلة الله يرحم والديكم في الماء كنتوا في شي مدينة وكنتوا خوت وذاك الشيء، تواصلوا وديروا إن شاء الله الجلسات، ولكن ذاك الشيء على حساب كل واحد، على حساب كل استطاعة تاع كل واحد. ما هو سؤال عليك.